هذا الشيخ هذا ال... هذا الان هناك مضخه تدفع ولا لا لا مويه؟ هذا مويه من الارض تنبع من يومها الى اليوم. صلى الله عليه وسلم. حقه اللقط. نعم من حاز نسميها من حاز. ايه نعم نعم. هذا من يوم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه انواع مناحيز النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من مزرعة النبي. هذه مقتنيات مزرعة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نتجول في مزرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. إنه زرع فيها 200 نخلة من العجوة. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العجوة. هذه ثمار العجوة، نخيل العجوة. شوف ما فيها شوك يا أخي. ها؟ فيها شوك لكنها محددة على أساس يزيلوا الأذى. شيخ بس للتذكير يعني أنت قلت بأن الصحابي اليهودي الذي أسلم في السنة الثالثة للهجرة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم سبع مزارع اللي هي موجودة هنا. هذه المزارع هذه من ضمنها والست المزارع وزعها على المهاجرين والأنصار. النبي أخذ هذه المزرعة وكانت هذه مسكن لماريا القبطية. لماريا القبطية رحمة الله عليه أمنا أم المؤمنين. وولدت فيها ولدت هنا في المزرعة هذه لأنها هي ماريا القبطية هي أصلا زي ما تقول من الصعيد صعيدية. نعم. فهي أهل زراعة. نعم. أهل زراعة. من أهل الزراعة. نعم. منطقة صعيد منطقة زراعية. أيوه. نعم. وجاءت هنا. وجاءت هنا بحب إنه إيش؟ جاءت من هنا. لا يغير عليها المكان. فجابها في المزرعة. في هذه المزرعة. وولدت فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله أن كل خير. وهذه المزرعة تقع. ما شاء الله. يعني طبعاً فيه ما أقول لك فيه ترميم فيه ترميم لا شك. 1400 سنة المسألة طويلة لابد أن يحدث فيها من التغيير والتعديل والترميم. 1444 الله الله.